شهد وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي مراسم احتفال الشركة الوطنية مصر للطيران باستلام أولى طائرتها من طراز إيرباص A321U. الطائرة وصلت إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار هامبورغ بألمانيا، لتكون مصر للطيران أولى شركات الطيران داخل قارة إفريقيا، والتي تضم هذا الطراز إلى أسطولها. في احتفالية كبرى أعلنت شركة مصر للطيران استلام طائرتها الجديدة طراز إيرباص A321neo، وهي من إنتاج شركة إيرباص العالمية، بعد استلامها وفحصها فنياً قبل وصولها إلى القاهرة للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية. هو طبعاً ده سعمة قاعدية زيادة لأسطول مصر للطيران، نزود على كده أن في وفر في استهلاك الوقود، ده يساوي تقليل في الانبعاثات، وده اتجاه الدولة والعالم كله شغال فيه تقليل الانبعاثات في اتجاه المحافظة على البيئة. مصر للطيران يعني في اهتمام بجزئية راحة الراكب أو الباسنجر اكسبيرينس، فدي من البدايات، أو مصر للطيران انتهجت النهج ده لمدة، والحقيقة احنا بنأكد على كده حتى ايفن في الطيارات القديمة اللي عندنا، في مشاريع بتجديد الداخلي ليها، كل ده لصالح راكب مصر للطيران. It is a beautiful and very important day. إنه يوم جميل وسعيد، وخاصة عندما رأيت الابتسامة على وجه فريق عمال مصر للطيران وإيرباص، فلقد وصلنا لهذه اللحظة بعد مجهود طويل، وذلك في إطار التعاون مع شركة مصر للطيران. فمصر هي الدولة الأولى في القارة التي تمتلك طائرة من هذا الطراز، ونحن نتعاون معا منذ سنوات طويلة، وهناك مزيد من التعاون في المستقبل. تتمتع هذه الطائرة بهيكل يعد الأوسع في فئته، كما تضم المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات، والتي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود، كما تمتاز مستويات منخفضة من الانبعاثات، وذلك بجانب مزايا صديقة للبيئة. احتفل باستلام أول طيارة من طراز الإيرباص 320 النيو، تنضم لأسطول الإيرباص 320. تتميز الطيارة بتاعتنا النهاردة بأنها الساعة بتاعت عدد ركاب بتاعتها أكبر، تقدر توصل لرينج أبعد، فتقدر مثلا توصل بعدد ركاب أكبر لنقط أبعد للانضمام للأسطول بتاع 320. الطيارة تتميز بأنها بمحركات حديثة بتشكل بالنسبة للصناعة قمة التكنولوجيا في انخفاض الانبعاثات. يعد هذا الطراز من الطائرات ذات المدى المتوسط يخدم شبكة مصر للطيران ويعزز قدرتها التنافسية لما يتمتع به من كفاءة واقتصاديات في التشغيل، وذلك في إطار خطة شركة مصر للطيران التنموية لزيادة أسطولها الجوي.